فنان مسرحي وسينمائي كبير استطاع أن يثبت أن الشاشة ليست حكرا على الشباب، وأن الأدوار مهما قصرت تستطيع أن تخلد في ذاكرة المشاهد. عرفته الجماهير كبير السن، إلا أن مسيرته في عالم الفن كانت طويلة حتى تناقلت لازماته السينمائية أجيال عديدة، ما زالت حاضرة حتى الآن. إنه الفنان الراحل حسن البارودي الذي يوافق اليوم ذكرى وفاته.